حيلتات وقا قبتي أبقن بر عسب إتيابيا بوغعي أبل علي إرترا كتفكر جميرام أبزوانا زي زفريتن زحيلتن هاقر أبقرنا أفريكا إرترا زلام بغمي زرزر لنا كينيوان سبا سلطانات أبي أحمد نودب عسب كتك أخم زلن لبسات سقا منيليك مالت ناي منيليك إنكارنيتر كوينو ناي مسفح فحل مخم زلون كينيوان سقات كم زخانان كونان كم زلون قليتوم زعبازون نبلو لنام زيكا روسيا كلن علماتنا أبي أحمد أبزي عقمو أب سومالي لندن كالن زكايدو زل عندار بولوتيكا بتر نغيفانوم ناي تقراي ناي تسات تحايلي أب تحت أبي أحمد نمتاو زكير زلو شرحي إزبة تقراي بيقوت عن ندرن ككاوم جميرو وحا زكايدو زلو تعوق هزباو أخيباتاتن زول تسو زلو حادة سمسيراتن وقا حاد حد كي ولا سقعت حديرو لوم زغبركم تقاتات الترامات يوزر عالم زدال واتساب ساب سعيد محمد كربول كمينا بكل الغبات ساحب بفتنة شير لايك سابسكرايب نوافرنا برنا بغتا نفتح السلام. 1. سودان زلو خناتات بطعمي نابزح زن درجة ودكات بيتسيحو خمزلون سودان بسري ناي سلطان كوركوس واتها دراوين البولوتيكاين حيلتات هاقر بغليلو ناب زيت تسأل درجة تدقيقة تركب وغن إتيبيون تعمل حزالة زيت موتن بر بوروميان زلو حد حد وغن كبير نيزة تمواترن أبكل لا محارة زكيان زلو برتعو وغاتن محاورات بلتقنا أبوزح ورداتات كم زفرارسن بعطوغات فانو يتكا مهلاون أبي زلو مرالو تدقى مدهول سراوي تاخيبو ناي كبيت أتسفا ناي موداتا وفران مكان يركب دعونا حيلتات فانو فتيمم كم زي سعرون بلعل السرايت بلتقنا زكايد وزلو دمساس مدكعتاتن بديبيان ترقنا تسلي لومو خمزلو يزقل الزلوم أبي أبتقراي زكايد وزلو ريتن واتها درون ستاون تقال حوحات ابتعت بلتقنا نمتاون نتسراوي تقراي بدومو زا سليلك انسار حوحات نايم السار مدمساس الوفر بمكياد ناب دوبات يرترا مدكعتاتن مكيادن زكايد وزلو شرحي كبيد ملسة تقبار يسعبو اللو خمزلون درجة بملوم إلي تاترقارو ولقن لتقاوم تنحي وحد كي ترفو نتسراوي تقراي أفتحت برتقنا نمتاو زكيار شرحتات بتري يقاومو خمزلون كساب بركزولو وتهدران جنرالات أبقون نحو وحاتن مصفانو تسليفوم كقالوس خمزخونون إقلا سالوم مرات حو وحاتن كادراتاتون لعلم التمامان يحديرم خمزلون نوديتات أبي بترك خنونون توم باندات دما نابهزبا قاليعوم ادلاي سغومتات كوزو مخانومن مسير ترازلرنا زمدنا نابسلمو انفتا محايش خمزلون قبلو ابزك يرزل اخيباتات نهزبوم يحبرو لو حزب دما تكبارات توم باندات كم زغطو عمل كبي صعبين كيمصو قوتسي خمزلومن معبلا ودمصوم يسمعو لو اذا غمزيلم كولو ابي امارات تحتم غازيتا ناشونال ابسالستي كابزو صاتو عبيتي مستيرات أبزحات سرقيزة حيلتات وقا قبطي مالت حيلة عير حيلة بحرن فولي سراويتن مسير ترا أبزقبر ومستيرا وعلات نتسطان دحنا تنزو بقاه بحري بحابار تسليفهم كو حسوان أبزغربا قيزة دما سراويتن حيلة بحرن إير ترا قبطن ناي حابار واتهدرالو ممركا كايلو مخانومن حيلتات وقا قبطي أبتي ناي كلتشان عسر شومنتن إمارات زدوكون ومعسكر حيلتاتهم كسفرو مش بشاب يكايلو خمزلو اتاكازي تحبير اللام از مال دما تا مونگو گبت سنیر ترانسومال سودان دوب سودان زول اسرالفا ناب زبرخ نای حبار و تا درانس اتاون تبرت مسریتم کم زلون نیتیپیا ابزلع على رعد شغل شمی ما کم زلو یکل اترلوم ابلع لخم تتقس ابزوان زي شحگی زي ایتیپیا ب دیموگرافیا و عقما بزحت تمسل بتی اوشتا او کناتا تا زلو حیل نو صتاتن قطبا و دقتن ز فرارسه کللاتن وشتا او قلولاتن تسفى مغراز بطرنف زهاد دمن زباتاتن زلو سراويتن زفرار زلو محاورات برسقنان أباه قراو ديبلوماسي أو ترسلون مالت نتعنداراتاتني أبي أحمد كمتي كينيوين بوليتكنيا تازقلتو بزيكا روسيا كلن حيالات هاقراتون بوقعي كونينونو خمزلو عيزقلت بزمسرتكا إيرترا أبكبابينا إتا بودابيان حارناس وتهدرو عاقمان بغعتان ستومن شبعبع زبل هاقراو ونزلو هزبان سراويتان بزغبابي تا زفريت حيال هاقر مخانا امسكرا لام بس تغط عن تسفاز غورت اني مثل ابي احمد اتن كا برغير زعابي تتبين سلسك فلا سراويت كم زي سلطو امسرقا قدسن محنقاد حوحاتن مسيار ترا استراتيجيكا وعرق السلام كقبر بواقع موسانون
تسفام سكورت بتقن رافنيو زخونة دياكون دانيال كبرت بوقعي نيرت راخ زلفت سمي اللوم دياكون دانيال كبرت تمال زولة زنبرا رسيعو نتخامو زرحانو من سيارت راخ سيارت زخونة ركب يبلان بكا غربيت هاگرام مسانا زرخ بيبلان ولو نتنا نايقدن كان خبرينام إرترا دخمتي إتيبيا فاتيرا نبعلا حيال هاجر كتفتر سدالي سلايت هاجر ينعنام إرترا نبلتسق الناي فترتون نالبات إرترا نحو حات نوانك نيهو دك كالوتن فاتيراتم تخون تخليام نعنا نبلتسق الناقن أي فترتنا نمستان عمبر لعلينا يكونتن قبل أبي أحمد مسي إرترا تغليلو خمس تباتخا كاليو إزي روز دياكون حلقو أوروتا أدرن جنرالاتون سراويت إرترات مالي بخمي قلتواني ودسواني روم زرسو عمسل إرتران عنا أي فترتنا نزبرسي نتقام من قاقا حووحات بتملا زملة أسيمين إزي بترح نبسو بحري رون إرترام سادمه قوستمون كداونتون كي ترفى إرترا يخامو تالحيناتنا يلوم زقع روز نبرو أشاب ترسعو لومي بمسكور كار عمر سلطان ما مبقعو بغزة ما خنبعو نعزبو مالنام ره بزعب أمريكاون كال السمعنا مستيرال لنا أبغيز يغنى كالو عينام ودهانكم ما تيو زلالم إيه برغير نعامدو منعمل بلا شوالا تتبودن بلا يالكو بلن ينجي ها؟ هالك؟ إني وراسي مرشاي إني ملاشو إني هالو شنف الله هنا بودن ها؟ عن كلاش هيتكوز عن سلطنو عن رغرارك عن انكسكاسي سارك زمان بلا توبي أوس تلفزيون لا يهات أبرو موت متاركه تكمل ولا ما إنه يعني ملأ شو أنت وراء أنت هوتنا إيه برجع نعمل نومي بالله يعني نومي سر ما نقول شعبي يعني نومي سر ولا توبي نومي سر ها ليه توبي أنت راج أدي سبعة تقولي تو برجع بلون غير سر أدي سبعة تكمل تو برجع بلون غير سر هيد هيد كم بار شفت هيد راسن نتاودا ونيا راسا چنه زاوتا را باي راسن زاوتا راسن چالزا برگين نامدو ميبال انكرو بودن ازي بنم نگر ساي زرا چغرو فريز يارگ كتما له كتما ياو دلدل يمي قوچي ني برگين نامبر چغرو فريز كمارگ الفو اند تيت بيتا كوس نورو اي قوچي كتما له كتما ياو دلدل ازي قچلو كرمو እዚ ማውደልደ ምንም አለማረጉ ሳንሰኝ እዚ ስለላህ መስራቱ ሳንሰኝ Kenyan need this collective to denounce the pact. To denounce the pact, yes. Yeah, we need to somehow make a statement in one way or another and denounce that pact between us and Ethiopia. Because we are actually the next. Remember, the long game of Abiy is to create an Oromia, which stretches from Ethiopia to the Tana River, where the Oromo-speaking people are. And that essentially means that the going to Somalia is just an excuse. The real target is here, because the port of Lamu will be in Ethiopia from the root of things, if we go by that matrix. And you cannot underrate Abiy. He's a person who is a long-term thinker. He has waged 3 wars in 5 years, and is now stalking the third and the fourth, the fourth and the fifth. And the real target is actually Assad in the Red Sea, and Ramu in the Indian Ocean, and that makes the empire what we used to call the empire of Kush. That's what he's trying to create, the Kush empire, the Kush which empire is basically a Shiitic empire. And therefore I think he's really making the Horn the most unstable region in the world in the coming years. Right, let's just begin with the latest development with this. Their vested interests, as we can see. Yusuf Hassan. Well, I'll say that what has happened since the 1st of January, when Ethiopia started testing the ground by signing a memorandum of understanding with the northern region of Somalia, which is known as Somaliland, has sparked a diplomatic row. And what has come out of this is Ethiopia is the headquarters of the Africa Union. It is also a founder member of IGAD, and it has always placed an emphasis on the rules-based system. Territorial integrity, sovereignty, has been its hallmark. And to a certain extent, Ethiopia has benefited from that, because it is a country that has been facing secessionism, Eritrea split,
the Somali region of Ethiopia has been a center of war for many years. So the role has now been switched in the sense that it is Ethiopia that has been accused of having an interest in grabbing another state's territory, and is on the defensive diplomatically, because Somalia, which is in 1977 went to war with Ethiopia over the Ogaden, was an isolated country because the rest of the world thought that they were violating the sovereignty and the territorial integrity of Ethiopia. But now the shoes is on the other side. Ethiopia has been accused of exactly the same thing that it's been fighting all of these years, and it is finding itself diplomatically isolated. It's not just Egypt. The United States, China, the European Union, the Africa Union, the Arab League, apart from one major power, Russia is the only country that has not publicly pronounced on the dispute. But every other power and every other international and regional organization has cautioned Ethiopia to say that this is not the right thing.